وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا التي اعتبرت مسعفاً للاجئي فلسطين أضحت بحاجة لمن يسعفها بعدما سحبت 15 دولة تمويلها للوكالة على خلفية اتهام إسرائيل 12 موظفاً من الوكالة بالاشتراك في أحداث 7 أكتوبر، ما يترك فجوة قدرها 444 مليون دولار من أصل ميزانية الوكالة التي تبلغ 1.2 مليار دولار، وهي فجوة ستخلق أزمة للوكالة الحيوية في المنطقة. فمن جانب تعد الجهة الرسمية والمسؤولة عن تقديم الغذاء والكساء لما يزيد عن 75 عاماً لأكثر من 5,900,000 لاجئ، ومن جانب آخر تقوم بتشغيل نحو 30,000 موظف، 13,000 منهم في غزة. ومع استمرار القطيعة فإن التداعيات قد تتخطى غزة لتطال كل لاجئ في الشرق الأوسط، فيما لن تستطيع الوكالة دفع أجور موظفيها لشهر فبراير.